الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المتوقعة لليلة اليوم وحالة الطقس لصبيحة يوم غد بحول الله. نستهلها وكالعادة بدرجات الحرارة الدنيا والمتوقعة لهذه الليلة. إذن بالعاصمة وضواحيها في حدود 18 درجة، نفس المقياس على بيجاية بومرداز. 18 درجة أيضا سوف نسجلها إذن على السواحل الشرقية على سكيكدا عنابة وطارف. إذن على السواحل الغربية درجات الحرارة ستكون مرتفعة نوعا ما في حدود 21 درجة بأقصى الغرب على وهران، بني صاف، تلمسان ومستغانم. بالمرتفعات الداخلية الشرقية إذن في حدود 13 درجة بمرتفعات الأوراز، بخنشلات، بسة وباتنا، 17 درجة بسطيف وقسنطينة، و19 درجة بالهضاب العليا الغربية على مشريان، عمل، جلفة والبيض. بالجنوب الكبير إذن درجات الحرارة سوف ترتفع على الجنوب الغربي في حدود 32 درجة، 29 درجة على الثورة، 31 درجة نعم بالصحراء الوسطى بتيميمون، أدرار وعين صالح. بشمال الصحراء في حدود 26 درجة، نفس المقياس على الجنوب الشرقي بإليزي وإناميناس، و28 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببرج باجي مختار وعين قزام. إذن عن الوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة يوم غد بحول الله، بعد تلشي ضباب الصبيحة والسحب السفلى سوف نشهد على العموم أجواء مستقرة، هذا على كافة ربع الوطن. الأجواء سوف تكون حارة نسبيا حتى مع رطوبة، نسبة الرطوبة سوف تكون مرتفعة. إذن سماء صافية على كافة السواحل الوسطى الشرقية والغربية، نفس الشيء بالنسبة للمرتفعات الداخلية إذن حتى على الجنوب الكبير باستثناء النشاط الرعدي الذي يبقى يهم إذن مرتفعات الهجار وتاسيلي وصولا إلى أقصى الجنوب الجزائري. دائما مع تطاير لرمال بالصحراء الوسطى على الثورة وأقصى الجنوب، ويعود ذلك إلى تأثير الرياح القوية. عن درجة الحرارة القصوى والمتوقعة لظهيرة الغد بحول الله، إذن تبقى دائما مرتفعة، لنسجل في حدود 27 درجة بالعاصمة وضواحيها، 34 درجة بأقصى الغرب، وهران، تلمسان، مستغانم حتى على بني صاف، نفس المقياس إذن على الهضاب العليا الغربية، هذا على مشريان، عمل، جلفة والبيض. بأقصى الشرق في حدود 29 درجة، نفس المقياس إذن على مرتفعات الأوراز بخنشلات، بسة وباتنا، 33 درجة بسطيف وقسنطينة. بالجنوب الكبير إذن درجات الحرارة ستكون جد مرتفعة لتصل حتى 48 درجة، نعم كأعلى مقياس بالصحراء الوسطى بأدرار، تيميمون وعين صالح، 42 درجة على الثورة، 46 درجة على الجنوب الغربي في حدود 38 درجة إذن بشمال الصحراء، غردايا، ورقلة ومنطقة الواحات وصولا إلى الجنوب الشرقي بإليزي وإناميناس. بمرتفعات الهجار والتاسيلي في حدود 42 درجة، و44 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببرج باجي مختار وعين قزام. نمر إذن إلى الملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر. إذن البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل الإضطراب، هذا على طول الشريط الساحلي. بفعل الرياح سوف تكون شمالية الشرقية قرب السواحل الوسطى والغربية، نعم من شواطئ العاصمة وصولا إلى شواطئ وهران وبني صف، وسرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. اتجاه الرياح سوف تختلف قرب السواحل الشرقية، سوف تكون شرقية تماما من شواطئ بجاية عنابة إلى غاية شواطئ القالة، وسرعتها دائما لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. نختم النشرة الجوية إذن بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها بشروق وغروب الشمس. شروق الشمس بحول الله على 5:48 دقيقة، أما الغروب فسوف يكون على 7:59 دقيقة. بهذا نأتي إلى ختام النشرة الجوية التي قدمناها لكم من قناتكم نوميديا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. سهرة ممتعة في أمان الله. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.